أولاً أول قرار أنا التزمت أن في الأشهر الأولى لازم أن الشعب يشعر بالصدق في الالتزامات. أول التزام مع الحراك ومع الجزائريات والجزائريين هو أننا نمشي بسرعة نحو التغيير، وما يجسد التغيير هو الاتجاه الجديد للجمهورية الجزائرية عبر الدستور. إذن تغيير عميق للدستور مع كل من يهمهم الأمر، وعن قريب جدا إن شاء الله سأدعو العائلة الجامعية وأساتذتنا في القانون الدستوري والطبقة المثقفة وكل من يهمهم الأمر في المشاركة في إثراء الدستور. ثم بعد المسودة الأولى للدستور تطرح للنقاش في الداخل وعند جاليتنا في الخارج، ثم يطرح لاستفتاء شعبي. مر الاستفتاء شعبي، لما الشعب يوافق على الدستور الجديد نكون دخلنا حقيقة في الجمهورية الجديدة.